على المدى البعيد هو يصير. من واعل هاي الأفكار؟ من واعل هاي الفكرة؟ هواية يحكون بسطحية عن الصراع أو الصدام الشيعي الشيعي. لا ما يصير. هسه الآن هو إن شاء الله مستبعديه بطريقة. أي أني إن شاء الله أقول ما يصير إذا وجد نوع حالة من الوعي. زين يعني أنا خلي أحكي لكم يعني نحن أنا ما يعجبني أحكي شيعة أو سنة هاي حقيقة كلش زي. يعني هذه القضية كلش أرفضها. ولكن بالنهاية نحن من راح يصير هالحالة الصراع الشيعي الشيعي بالنهاية الكرد يقول لك والله أنا بعد شعلي أنا الشيعة ذول هم ملتهين بيناتهم صراع بيناتهم والسنهم يقول لك أنا هم ليش عندي علاقة به الشيعة يذابحون بيناتهم خليه يذابحون زين وبالتالي كل من هم يعني يبدي يشتغل هم نظرة ضيقة يعني زين هم نظرة لا نظرة كردية ضيقة ونظرة سنية ضيقة ضيفة بس شنو عفوا ما أرد أعمم أني ولكن شنو هذا دي يحقق هدف الجهة الكبيرة اللي قاعدة تخطط لهذا الأمر يعني تعرف هؤلاء يدخلون مع كل الأطراف ويجرون البلد إلى هذا الواقع وبالتالي أنا في تصوري أكو مخاطر جدا كبيرة ويجب على الأطراف وبالذات أنا قلت لك أنا ما يعجبني أحكي قضية شيعة وسنة لا ولكن يجب للأطراف الشيعية أنه تصير تتعامل بالحكمة مع هذه الأمور ما أنه كل فريق ينجر ويريد أنه هو الأجندة مالته يريد يمشيها ويريد أنه يفرضها خلي يوصلون إلى حلول طيني سيناريو يعني يعني أنا هسه الآن ذكرت على سبيل المثال أجل انتخابات أي هو فرضا على سبيل المثال لنفترض على سبيل المثال الآن أريد حلول وسطية هسه أنا لا أريد أأجلها القضية مو قضية وقت لا أستاذ محمد القضية الآن الجدل مو انه يصير بال لا هو بالعاشر لو يصير بالثاني لو يصير موعدها الدستوري هو عفوا القضيه انه لا القضيه انه هسه اذا صارت فالكعب المعلى بها إليه